تحول الى يعني شباب مع قار، كيف تحولت الفكره السلطانيه الى هذا النظام الشيء مختصر سريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اني ارجع الان الى المناصب التعبيره. اولا الفرقه بدات بالشكل التقليدي بهذا الشكل وما نراه، بعد ذلك في منتصف التسعينات بدات تفكر في وضع تدمر الاسلوب والنظام ونقطه عمل، ولكن بعض الاحداث تركنا عن بعض القوانين. في منتصف 2004 و 2006 وضع الاسلوب منظم ولجنه عموميه تنظم عمل الفرق، فهناك ما يخرج من التنافيس. انا بس بدي اتكلم هذا شغله اذا تعريف، هل مجموعه يتفرغون خلال التواصل الاجتماعي ما بينهم؟ هذا يعني مهم بغير ان يكون الجماعه. طبعا اعضاء الفرقه ليسوا يعني مجرد ان تقوم بالتدريب، هناك اعمال تضمنها كثير، هناك امور تسجيل، هناك سكيمز، هناك بعض الاعمال التي يرعونها ويقدمونها. مثلا يعملون على بعض الاناشيد التي ترعى الاحتفالات الخاصه سواء الان هذا تطور تنحى منها ايضا الفرق. هناك بعض الرعايه بعض الاوبريتات الان في محاوله ان شاء الله راح تحكم خطوه. ايضا في رعايه بعض الاعمال سيتحين باعلانها ان شاء الله. استاذ خليل يعني ما هذا النموذج من النماذج التي تحول الى وعاء الانبياء فليتفضلوا مصحوبين الصلاه على محمد وعلى محمد. يسري في القمر
الدنيا وبكل بسمة تنجد شيعة غيرك لا ما تمل ويومك يا الوالي مولدها لو تغرب شمس العزتنا حبك يا محسن يردها وصلا يجمع نسمين وكل صلوا على محمد وآل محمد.